عمي شو اخباره؟ الحمد لله بخير. وانتي شو اخبارك؟ كيف تعرف انك تحب؟ كل شيء فيك يتجمد الا قلبك. حس السلب كم؟ 70 درهم. ببيع السيكل. صدقني امك بتذبحك. ابوي بيخليني اسير الجامعه؟ انت تبغين؟ ما شاء الله عليك منصور، كبرت كلها كم سنة وأمك تشوف لك عروسة حلوة في هدف راسك؟ كلثم، أنت ليش كلك خافين من الريايل؟ ما خاف منهم، بس يوم تشوفينهم لا تروحين عندهم. البيت فيه بنات، خاف الله فيهم بس، لكن أخرته واحد زبالة يمد إيده على أختي. لا تنسين هذا زواجها الثاني، ما بتتشرب. صدق الريال من العين؟ عويش، الحين ما صدقك انت؟ ما لقيت غير عويش؟ انت ايش تباني اسوي؟